الأستاذة إيمان اللي بنتها عايزه ولا ابنها عايز يدخل حضانه، واحد عايز يسلفهم بالربا. يعني طبعا البحث عن من يقرض قرضا حسنا ده المفترض ان يكون وجهتي الاول يا ست ايمان عشان ما اغرقش نفسي. طيب انا مش لاقيه حد، وانا الحقيقه مستعجبه ازاي يعني في ناس كتير اهل خير انك مش لاقيه حد يدفع لك ثمن الحضانه اللي بتكلف في اليوم 800 جنيه، وواحد جاي لك في الشهر الكريم ده عشان ياخد منك بالربا، يعني صوره عجيبه شويه. يعني الحالة اللي حضرتك بتتكلمي عنها حالة ضرورات، وإحنا عندنا القاعدة إنه الضرورات تبيح المحظورات انطلاقا من القاعدة القرآنية الكريمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن اضطررت إلى هذا الحال فحتلجئين إلى هذا الأمر، إن لم تجدي من يقرضك قرضا حسنا وتسدديه على أقساط له، وهذا هو أولى وأرحم وأرفق بك حالا ومآلا. معانا برضو حالة قرض، خلينا نخلصها بالمرة بعدين نرجع للست أم يوسف. أم أحمد اللي بتقول إنها عايزة تعمل قرض، هي واضح إن الست أم أحمد عمالة تحمليني بس عشان أنا بخاف عليكم من الأمر ده، إن أنا أقعد أجيب قروض عشان أروح أعمل مشاريع وبعدين أجيب قروض من أشخاص والأشخاص دول يتكاتلوا عليا بعد كده، وأبقى أنا ما درستش الأوضاع إزاي ولا درست المشروعات اللي أنا هدخلها فغرق نفسي في قروض، وأنت داخلة تغرقي نفسك في قروض تانية. طبعا لو كان سيترتب على عدم سداد الديون السجن، يعني إن دلوقتي يا السجن يا الدفع يا الحبس، هتضطري تاخدي القرض بقدر سداد، هتاخدي القرض بقدر سداد الدين مع عدم الإغراق حتى لا تقعي في مشكلة جديدة، تبقي طلعتي من نقرة زي ما بيقولوا ودخلتي بقى في فيما هو أشد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هي القاعدة بتاعتنا اللي بتخلي الإنسان في وقت ما لا يستطيع أن يأتي صورة معينة متعين عليه أنه يأتيها فيلجأ إلى صورة استثنائية قد لا يوافقها الشرع لأنها من باب الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، خلاص أنا في حالة هتسجن اعملي كده. لا، في محاولات ويمكن أهل الخير يدخلوا ويمكن ناس تخش تعين على سداد الدين، فاصبر حتى لا تغرقين نفسك بمزيد من القروض يا ست أم أحمد.